بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 19 لهذا الموسم. وأقيم السباق على كأسي حوار وأنكورمان برعاية شركة سايا كورب ضمن سلسلة أشواط بطولة البحرين الدولية الأولى للخيل وكأس شركة هاوس مي وكأس النادي الملكي للغولف، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفا بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام السيد زايد الأمين رئيس مجلس إدارة شركة سايا كورب بتقديم كأس حوار الدولي إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة بجانب جائزتين إلى المضمر ألين سميث والفارس أنسون رودجز الفائز بالمركز الأول في الشوط الدولي السابع. كما قدم كأس أنكورمان الدولي إلى سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة بجانب جائزتين إلى المضمر هشام الحداد والفارس ديفيد إيجن الفائز بالمركز الأول في الشوط الدولي الثامن. فيما قام السيد محمد الغنا رئيس مجلس إدارة شركة هاوس مي بتقديم كأس الشوط الثالث إلى الملك الفائز سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة بجانب تقديم جائزتين إلى المضمر الفائز ألين سميث والفارس لويس لومندز الفائز في المركز الأول في الشوط السابع. فيما قام السيد عمار البسطة الرئيس التنفيذي بشركة هاوس مي بتقديم كأس الشوط السابع إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم بجانب تقديم جائزتين إلى مساعد المضمر الفائز محمد حيدر إبراهيم والفارس أوين وولش الفائزين بالمركز الأول في الشوط السادس. فيما قام السيد كريس ممثل النادي الملكي للغولف بتقديم كأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم. وشهد سباق اليوم إقامة الشوطين الدوليين السابع والثامن برعاية شركة سايا كورب ضمن سلسلة أشواط بطولة البحرين الدولية الأولى لسباق الخيل، والتي تشمل على 10 أشواط متفرقة خلال سباقات الموسم الجاري. وشهد سيطرة الجياد البحرينية على المراكز الأربعة الأولى، فيما أقيم الشوط الدولي الثامن على كأس أنكورمان والمخصص لجياد سباق التوازن ومشاركة 13 جوادا من الإسطبلات البحرينية والعالمية. وحقق الجواد البحريني كلاسيكال ويف لستابلي فيكتوريوس والمضمر هشام الحداد والفارس ديفيد إيجن المركز الأول.